الأخوة في حركة العصائب وفي مقدمتهم سماحة الشيخ الخزعلي، لديهم جهاز معلوماتي جيد جدا. سوف نتعاون على الكشف عن هؤلاء الذين سرقوا أجزاء المصفى لتقديمهم للعدالة. هذه المواد من 2016 أو أيام احتلال داعش لهذه المناطق تفسخت أمام أنظار سيد العبادة. حتى واحدة من الزيارات سيد العبادة راح إلى بيجي وقف ورت الماله اللي يطلع الإثرالات من مصفى جاء فسخه. كانت هناك قصص بطولية سيرويها التاريخ. قام قيس الخزعلي بتفكيك المصفى بيجي وبيعه إلى سماسرة على وجبتين. فقيس الخزعلي فكك المصفى وباع لهذا الشخص بمبلغ 100 مليون دولار، مع العلم المصفى كله يسوى أكثر من 4 مليار دولار. هناك من استغل اسم الحج الشعبي وقام فعلا بسرقة أجزاء كثيرة من مصفى بيجي، وكلنا نعلم بهذه المصفى. هذا جهود مخلصة من قبل عدة أطراف رسمية وغير رسمية ساهمت في إعادة المعدات والمستلزمات والأجهزة المسروقة من المصفى. كانت هناك قصص بطولية سيرويها التاريخ. السيد السوداني ما وضح الأمور، خلاها مبرمة، ذكر أنه استعدنا المواد المسروقة وما ذكر السارق. 2017 عندما قاموا أتباع الشيخ الأمين بتفكيك مصفى بيجي وتحميله على ما يقارب 100 شاحنة واتجهوا نحو مدينة السليمانية قاصدين الأرجنتين.